سلام البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معي في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله راح نحل المول. المهم الحين نشوفوا شويه، خاصني واحد الصوالح نشريهم. ايوا غادي نروحوا نقارعوا البيس، حنا بغينا ندوقوا غير من بعد وطننا كنا نقارعوا البيس. شوفوا الثلج هنايا، راهم منقيين الطريق. شوفوا كاملين، شوفوا مازال ما دارش. اليوم الريح بزاف، يعني اذا سمحتوا هكا شويه ازعاج اعذروني، بس تكون ريحه بزاف. نسيت باش نجيب المايكروفون تاعي، معليش خرجنا مقلقين بس كل بيسه قريب يوصل. هذا الريح هذا مبرد الدعوه شويه. البنات خليكم معايا، تسجدوا لي لايك، خلوا لي كومونتير تاعكم، وبارطاجوا الفيديو، ويلا شوفوا الله يبارك. كاع الشجر هنايا يتعرو، الا ديك الشجره تقعد هاك. واحد راه جاي بيصه جاي معتاش، اخرج منا. شوفوا قلت لكم غير هذيك الشجره اللي تقعد هاكك، شوفوا ما شتهاش كاع تتعرى، ماشي كيما هذا. هادو شوفوا يعني كي صاي كي يدخل ديجا الخريف يبداو طولهم الاوراق تاعهم، وهاديك تقعد كيما هي. تحسبوا الربيع، كي تشوفوا فيها تقولوا الربيع، سبحان الله. المهم البنات انا ركبنا في البيس، راه حامي ميل شعلو الشوفاج حامي. غادي نروحو ماشاز هو الاول، انا جاي على جاله. الشميسه اللي خرجت سماكة زرقا. بصح كاين الريح، الريحة مبرد الحالة، كون شي الريحة شوية قبيلة كان مي قعدت نشوف في الوادر كان مواسي بزاف قوي. نيشا نرش هكا تاع شط الرش، شو من غادي يجي شو هذا الرش تاع الماء. شوفوا الثلج لا فوق قاس فيه الريح، شوفوا يوه رشنا كاع والله. هاك المشي هاك شو كي يطيح عليك الحبة تاع الثلج. المهم انا قربت مارفوس، ان شاء الله لقيت صوالحي نوريلكم شا علاه جيتو علاش راني باغي نشري. خليكم معايا وتكتشفوا ان شاء الله. ما تسجدوا لي لايك البنات، لايك ولايك وبشي طلع الفيديو. المهم البنات انا اول حاجة جيت لقيت المكياج قدامي، بديت نشوف ماشوز يعجبني عبكم البنات، ما كانش يعجبني في الديبيان يا عقلة. ما كنت نجي له هكا مش عارفه، ما كانش يعجبني والله ما على بالي. بس على في الديبي انا من جيت هنا امريكا كنت نروح لميسيز بزاف، كان ميسيز هو اللي يعجبني، ما عيناه في قشة في صوالحة يعني كنت. وكان كي مارت، كان واحد الستور سمو كي مارت بلع ريحته ماهيش كاينه في مانهاتن، كان حال في مانهاتن وبلع. تسمى كاين ميسيز كي مارت جي سي بيني، هما هادو كنت نروح لهم بزاف. ماشوز ما كانش معاه يعني، ما كنت نروح له بزاف، كنت نروح له مي ما يعجبنيش يعني. بعض المرات كنت نجي هنا المول ويقول لي راجل ندخلو، نقول له هيا نفوتو، ما عندي ما ندخل ندير. من بعد وليت ولا يعجبني بزاف يعني، وليت نقارن السلعه اللي فيه مع السلعه اللي في المحلات الاخرى، وليت نشوف يعني لي مارك ولا يعجبني فيه. شوفوا صوالحه فيه، يجيبوا لك لي مارك ويجيبوا القش، ثاني حتى القش يجيبوا الماركه
مي ما يجيبولكش ال ما يجيبوش يعني لي طاي، يجيبو حاجه جاتك جاتك ما جاتكش حطيها. مام حتى في لي سيرفيس كل خطا واش يجيبو، يعني ماعينهم وليت نشري عليهم ماعينهم بزاف شابين عن تجربه. كي وليت نشري هذاك الطبسي ولا هذيك حاجه تقعد لي متينه ماركه. مام في الديكور ولا يعجبني يعني هكا الديكور اللي في الماعين تاعهم كلشي على هذا، وليت نشري عليهم يعني ولات نتردد عليه بزاف، ماشي كيما في الديبي من جيت. وكما تعرفوا انا قناتي ولات يعني هادفه لواحد الامر بزاف، يعني كي البنات اللي طالعين جدد من البلاد ولا اللي باغين يطلعوا من البلاد ولا اللي طلعوا، دائما نبغي هكا نوري لهم، نبغي نفيدهم باش ما تبحرلكش كيما كاين يعني بزاف. ولا كيما مثلا انا مثلا ثاني كي طلعت انا راجلي كان يعرف بزاف بلايص، هو كان يديني مي وحده تطلع وحدها ولا عائله يطلعوا مع بعض غادي تبحر لهم في الاول، يعني وين يروحوا وين يشرو ماعين وين يشرو القش وين يشرو. يعني انا دائما كي ندير لي فيديو نهضر ونقول بلي البنات الجدد ولا البنات اللي طالعين مثلا اليوم هاو مارشوز، باسكو انا يدخلوا عندي كل خطا يدخلوا عندي بنات على هذا، بعض المرات ريبيتين نفس الجمله باش اللي ما سمعوهاش قبل يسمعوها. مارشوز روحي له، فيهم ماعين شباب ماعين اللي يقعدوا. شوف هذا شباب ثاني عجبني انا، علاه جيت البنات هنا جيت بيت واحد الغرافه تاع حريره ماشي هادو، هادو شوفو دايرين يعني فيهم مليت ملاح يعني الواحد وحده. مي انا بغيت يعني غرافه شابين هكا منها حنايا ناكلو فيهم، منها كي يجي ضيف ثاني نحط له يجو فيهم مليدين من الجناب. عجبوني لقيتهم اونلاين، لقيتهم في امازون بون 6 ب 40 دولار ولا 4، انا ما خصنيش 6 وما خصنيش 4، خصني غير زوج باسكو راهم عندي وحدين، غادي نخلي غير وحده فيهم والاخرين نمدهم. شوفوا البنات انا هنا في امريكا نبغي نبدل الماعين خطراتش، مي ما نبغيش نشري ماعين فوق ماعين، يعني ما نبغيش كيما نقولوا نشري ماعين ونخلي هذوك القدم تاوعي ونزيد عليهم، لا انا نبغي كي نشري نبغي نمد. هنا يقول لك بلي لا كاين والناس كاع راه عندهم والناس كاع يشرو ماعين ما يسحقوش ماعين القدم، لاكم غالطين. كاين الشباب وكاين واحد الشباب اللي يطلعوا ويستخصوا ماعين ما يبغوش يشرو ويضيعوا دراهمهم، يعني في الديبي تجيهم الحياه شويه صعيبه مصاريفهم وكلشي، يعني ماذا بيهم كون هكا شي ناس يعطوهم ماعين. وعن تجربه لانه انا ماعين تاعي راجلي هو متكلف بهم يعطيهم الواحد، وهذاك الانسان يمدهم للشباب اللي عايشين وحدهم يسحقوهم ونقيين وجدد وكل شيء. يعني انا ما نمدش حاجه كما نقولوا مهرسه ولا مسخه ولا الحمد لله، يعني ماعين انا اللي عندي كاع نقيين كاع جدد. عجبني هذا الثاني هذا تاع القهوه شفتك شابين، قلت ان شاء الله قبل ما يدخل العيد ان شاء الله العيد الصغير ان شاء الله يا ربي في رمضان. انا كنت باغي نشري بعد بطلت نشري هكا صوالح نبدل شويه. راكم شفتوا هذيك الاخرى تاع نحط فيها الحليب قاعده عندي راهي في شحال، اي ممكن في 3 سنين. قلت صاي قلت مادام كاين انا قبل ما كنتش نلقى لمن نمدو، نقول كي ندير نرميهم كي ندير، مي دروك مادام كاين لمن نمدو فنجم نبدل. يعني هنا ماعي البنات ماهمش غاليين بزاف، والبنات اللي يقولك نطلعوا معانا ماعين ماهمش غاليين البنات ماعين، تنجمي كيما نقولو كأول يعني كيما نقولو بدوة تاعك تشري من دولار. هنا هاد الغرفة ثاني عجبوني هاد الدوغي عندي الطبسي شيتها معاكم يعني شتا عام اللي فات في رمضان قبل رمضان، جاي هكا فيه الدوغي يوالموه بزاف هاد الغرفة. قلت لا قعدوا باسكو هما كيما قلت لكم يجيبوا سيرفيس هذا خطار جاي ممكن ما تلقوهش. شوفوا يبيعوا فيها 5 دولار لل يعني طبسي ولا غرفيه ولا 5 دولار للحاجه، لا ماشي 5 دولار 5.99 6 دولار نظن. اما لا قلت بلي نشري ان شاء الله صوالح تاع القهوه تاع ماشي تاع القهوه يعني غير نواسف الهضره، قلت لكم بلي نشري صوالح تاع ان شاء الله تاع العيد ان شاء الله يا ربي من هذاك الوقت. قلت ما نشيش دروك ما نتسرحش خلو حتى رمضان. هنا جيت انت كيما قلت لكم غرافه وخاصني طبسي ثاني تاع زيتون، وعندي واحد السيرفيس راني باين نمدح باسكو ها هو شوف هاد الطبسي شي تاع عجبني بزاف البنات، ودشنته راني حطيته في الجروب تاعي البنات مدشناته بالجلبان بالكورناع، راني دشنته حطيته في الجروب. بالنسبه للبنات اللي ما يعرفوش الجروب تاعي راه في صندوق الوصف، هذا الجروب فيه بزاف الفوائد، البنات يظلوا يحطوا يفيدوا بعضهم بعض. انا اي حاجه راني نبارطاجيها ثم يعني وين روحت ولا حاجه هكا تاع فايده، اللي ما يش دخله في الجروب ننصحها تدخل في الجروب. هنا البنات عيد الجناين انا مسميتها عيد الجناين عندهم في مارس،
مارس ان شاء الله عندهم عيد الجنين، كل شيء بالجنين، طباسة، ماعين، القش، يعني دارهم يديكوروها غير بالجنين. هذه هي البنات، عندهم بزاف اعياد. هنا الروايح تاع مارشوس ثاني الخاص البنات شويه ما مش غاليين، يعني شوفوا كاين اللي يدي 13، كاين اللي يدي 11، كاين اللي يدي 15، كل حاجه وشحال دير. واللي غاليين غاليين بلعين عليهم. من الجهه الاخرى ناس سي على روحك، ناس سيو بصح. حاجه اللي ما عجبتنيش البنات انه يطرطقوا الصوالح، يعني هنا لقيت شحال من قرعه هكا مطرطقينها، ماشي مليح، ماشي غايه، خساره كاع، ماشي زينه. المهم هنا جربت منا ومنا، انا عندي الريحان بغيت نجرب من نلقاها كم حلوين، نبغي ندي شويه من شويه من، ولا عجبتني وحده نديها بيان سير. هنا ثاني لي بوشيت، مهم ما شوز مخلط في بزاف صوالح. ما تنسوش البنات ديروا لي لايك. هنا لقيت هاد البلاصه البنات معمره بالصوالح تاع كوريا، هذا لولي تاع الوجه مخدوم بالروز، هذاك الصابون تاع الوجه ثاني مخدوم بالحليب تاع البقره، وواحد ثاني صابون واحد اخر تاع التقشير ديت عليهم البنات، باسكو نسمع بلي الصوالح تاع كوريا بزاف ملاح. ايوا ديت ونجرب خطأ جاي نقول لكم ان شاء الله. البنات سي بون فطرنا، بنتي دارت حالا باش تلعب في هذوك هادو، ما باش تلعب هي تخافهم، لعبت خطره ما عاودتش. كنت باغي ندير الماساج عند كراسه كاع راهم عييت عييت سيتو دنيا ما تعبت بزاف، خطا ميناج، خطا رحت شريت، خطا ديري منا، والله لا عييت، ما ريحت كاع في دليامات، وزدت اليوم خرجت وشتو ديك خطا رحت عند طبيبة ثاني شحال ضربت مشي، كان عيام واش حطو فيا. كاين هاد الماشينة تاع كيقولها نقولها، حنا كنا نقولها قطن، حلوة القطن، حلوة السكر، نبغيها ماما انا نبغيها. هيا تخلصوا برك، ديروا في السكرين كاين شحال من اوبسيون، هيا تخلصوا وتخرج، هي تخدمها وتخرج كل شيء ولا بلا، والماشينة تاع السكر ما يخدمش في ذا الوقت. صحيح هيا تخدم فيها. ها هي البنات، تخيروا الشكل اللي يعجبكم، كما اجري خير وردة شابة، كاين شحال من نوع. هنا جيت ندير شوية مساج رمامو دولار، ثلاثة دقائق بدولار. دادني مساج علامة، دارت لي واحدة المساج روعة البنات، بدولار ديري مساج شباب، دي على الظهر للرقبة للراس، دي حية وصاي كرعين من تحت. دولار في ثلاث دقائق، وهنا تبغوها هما. واللي يبغي اللي تبغي تطلق روحها مليحة هنايا، أنا ثلاث دقائق كفاوني والله لا علامة، مريح مريح تاع الصح. هنا جيت البيكلوت ديت عليهم صفاية تاع لافابو، ديت عليهم سلان تاع الخبز و ليكويد ليسونسيال. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، متنسوش لي لايك وخلوا لي كومونتير تاعكم، بارطاجو الفيديو، دخلوا الجروب تاعي راه في صندوق الوصف، وان شاء الله تبارطاجو الفيديو وتكبروا قناة انو قناة تكبر بكم. ونقول لكم مع السلامة حبيباتي، ونلتقي في فيديو الجاي ان شاء الله.